الرحمن الرحيم. ما يجري في العوامية جريمة نكراء وحرب بالقصف على الأهالي العزل، حقيقة المسألة الموضع يدمي القلب، ونحن مستاءون كثيرا مما يجري أولا على الأهالي، وهذا يعني الظلم والعدوان عليهم هذا من جهة، وأيضا هذه الهجمة الإعلامية الشرسة والكتم الإعلامي على ما يجري، لأنه بتواطؤ مع أمريكا والحلفاء الغربيين للسعودية. نحن طبعا نعتقد بأن الشعوب الحرة هي تتضامن مع الأهالي في المنطقة الشرقية، في العوامية، في المسورة، في المناطق المجاورة، الذين يتعرضون إلى هذا التنكيل. ونعلم بأن الأهالي مرفوعين الرأس أولا، لأنهم لم يخضعوا، لم يتراجعوا، وهم صابرون صامدون. هذا طبعا دليل بأن هذا الاستمرار في هذا القصف منذ عدة أشهر دليل بأن الناس لم تتراجع، لا زالت بقوتها وصلابتها، وهذا دليل بأن النظام السعودي أيضا هو يتألم بمدلول الآية الشريفة: إن كنتم تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. الناس في العوامية يرجون من الله الفرج دون آل سعود. نسأل الله الفرج للأهالي في المنطقة الشرقية، ولا نشك بأن الفرج قادم لا محالة، فقط نحتاج إلى صبر وإصرار وصمود ومقاومة ومواصلة إن شاء الله إلى أن يكتب الله سبحانه وتعالى الفرج.